اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة لعامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر: فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله. سفك الدم الحرام يضعف سلطانك وحكومتك. أكو فرق بين الوهن والضعف. الإمام علي صلوات الله عليه يقول لمالك: فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه. الضعف هو نقصان القوة، أما الوهن فهو انكسار الجسد ونحوه. فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، أي سفك الدم الحرام يضعف سلطانك ويوهن سلطانك، يعني يضعف حكومتك، يضعف سلطانك، بل يزيله، يزيله أصلا منك، أي ذلك السلطان، يعني سلطانك يزال منك بسبب سفك الدم الحرام. وينقله، شنو يعني وينقله؟ يعني نقل ذلك السلطان الذي عندك إلى غيرك. فلتسمع الحكام والرؤساء أن الإمام علي صلوات الله عليه يقول لعامله: أنت لا تزعم، لا تزعم بأنك تقوي سلطانك وحكومتك بسفك الدم الحرام، كلا، بل ذلك السفك يوجب ضعف حكومتك، وهن حكومتك، بل إزالة حكومتك ونقلها إلى غيرك. فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.